يا سيدي يسوع، خدني فتكلني علي، قد كي أخدم الجموع، كن حارسي من الضلال، كن مرشدي في كل حال، والقلب قدس والفعال، حتى أرى يسوع. قد قلت قبل الآن يا منبع الإحسان، يا متعب القلب تعال، امكث معي حتى تنال، هيا ففي قربي المنال للخير في يسوع. إن غصت عيشي الهموم، أو إن دنا السلطان، ستنجلي كل الغيوم من مانح السلام. الرب حصني والأمان، الرب إن قال فعال، الحب فيه مكتمل، أرى يسوع. قد قلت قبل الآن يا منبع الإحسان، يا متعب القلب تعال، امكث معي حتى تنال، هيا ففي قربي المنال للخير في يسوع. ماشي. ربي امتلكني وارويني من نبعك الماء الآن، أدعوك فاسمع واهدني للخير يا منان، كيما أعود من جديد أسعى وأطلب المزيد من نعمة العهد الجديد، حتى أرى يسوع. قد قلت قبل الآن يا منبع الإحسان، يا متعب القلب تعال، امكث معي حتى تنال، هيا ففي قربي المنال للخير في يسوع. بركة كبيرة. أنا آسف، جالي تليفون بس. أنا آسف يا حبايب إن أنا اضطريت أرد على التليفون، فسوري على النويز اللي عملتها. بركة كبيرة. أنا معانا دكتور نبيل سولومون، هيكلمنا على موضوع مهم جدا، أعتقد الكل محتاج إنه يسمع ونتعلم من الناحية الروحية ومن الناحية الطبية. ربنا يعوض تعبك يا دكتور. شكرا يا ابونا، شكرا دكتور نعيم على الدعوة. سامعيني كويس؟ سامعينك يا دكتور. اوكي، وشايفين السكرين؟
شايفين الدروب باكس بس. مش شايف العلاقة الجسدية في الزواج المسيحي؟ في الجنب كده كده حتة متواضعة. هل لو اوب لو الروس على اوبن يمكن يشتغل؟ وديع النجدة يا وديع. Just close it, close it يا دكتور وافتحه تاني ولما تفتحه make sure ان انت يبوينت الشيرنج للباوربوينت بتاعتك. كده مفيش حاجة؟ نو ما هي شايفين الدروب باكس كله يعني بيه. انت عامل شيرنج لل انا هقفل لك الشيرنج وتفتحه تاني ثواني. افتح تاني يا دكتور ولما تفتحه تشوز الباوربوينت انت فاتحها. ما دي سوت اي ديد معلش في حد يعلق اعملها تاني. حاضر حاضر. سيم سكرين كده ما فيش حاجه. شايفين الدروب بوكس وفي الفولدرز بتاعتك 1987 كاميرا ابلود شايفين. لكن انا فتحت عندي العلاقه الجسديه. فتح عندك؟ طب ما اعمل له داونلود و انا بعتها لك يا وديع لو عايز تفتحها من عندك. هي عندي اي كان بس ويندوز بتاعي ما فيهوش عربي. 1 سكند. بص يا دكتور نبيل افتحها الاول بره يعني حضرتك افتحها الاول على الكمبيوتر من غير ما تشيرها. حاضر. معلش انا يا دكتور نعيم عارف الطقس. لا 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 مش انت بس مش انت بس حتى وديع ساعات. لا مش معقول. اول تايم هبني اول تايم. انا فتلك الشيرنج يا دكتور افتح الباوربوينت لوحدها وبعد كده تك على شيرنج لما تك على شيرنج هيفتح لك الويندو فيه كذا يعني فيه اوبشنز من جوه التكه على الباوربوينت وبعد كده تحتها تك على شير هتفتح لك الباوربوينت دي. يعني انا لسه في الدروب بوكس ولا اروح على السلايد بتاعك؟ انا عملت لك انا توك اوف الشيرنج بتاعك فتك تاني على الشيرنج اللي تحت تك عليها. انت فتحت الباوربوينت مش كده؟ الباوربوينت مفتوح ولا لا؟ ديك معايا ثانية ثواني. اوكي سامعني ولا لا؟ احنا سامعينك بس انت قول له اذا كنت فاتحها لا عشان واجه دور على صوتي الاول. انا ممكن افتحها من عندي. وان سكند. كده في حاجة؟ انت بس اوكي. انا عملت لها شيرنج من عندي يا دكتور. اوكي ام سوري. نوتس اوكي ولا يهمك بس ممكن ما تكونش عندي كويسه قوي لان ما عنديش عربي على الويندوز. ف كله شايف الشاشه؟ يا yeah, تمام انا شايف. اوكي ذاتس جود. بتكبر ازاي؟ لا تكبر من عنده هو. من عنده دي عايزها سلايد فيو. مش لو 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 if I change the setting يا دكتور العربي هيبوظ. جربتها قبل كده بس انا اصلا مش حاطط عربي عندي على الويندوز. ماشيه كده ماشيه كده خلاص. انا كان شوية نشوف كده احسن. كده احسن يعني شكرا. طيب اشكركم على الدعوه. موضوع النهارده موضوع اشكر ابونا يوحنا والدكتور نعيم ان سمحوا لي اتكلم فيه لان موضوع ما بنتكلمش فيه كتير رغم احتياجنا الجامد جدا ليه وبيربط كل المواضيع اللي خدناها قبل كده زي ما سمعنا من ابونا يوحنا عن الاحترام. لو العلاقه الجسديه ما فيهاش احترام مش هينفع الموضوع. سمعنا من الدكتور يسري عن الطلاق الصامت وفي الطلاق الصامت اتكلم عن اتيكيت حجرة النوم اللي مش ما حضرش معانا يرجع ليه. طبعا الدكتور يوسف ده استاذنا كلنا ولما بيتكلم على حاجة
هو في مخه 300 و400 حاله كانوا وصلوا له من اجل الموضوع ده. برضه سمعنا ابونا بولس باقي باركنا من حوالي شهر ونص تقريبا، وادانا لو انتم فاكرين 10 اخطاء بيرتكبها المتزوجون. كل ده متسجل عند دكتور نعيم ووديع بعد. عند وديع؟ لا مش عند نعيم، عند وديع بس. وهو وعدنا على فكره، هو وعدنا زي المجيء الثاني يعني. اه ماشي. خليك منتظر بقى. والعشر اخطاء دول من واحده منهم لو ترجعوا لهم استخدام الجنس كحرب في الزواج. فالمواضيع كلها مترابطة. بنعمة ربنا هنتكلم النهاردة عن قدسية العلاقة الجسدية في الزواج المسيحي، وليه إحنا ساعات ما بنفهمش كلام الكتاب المقدس فهم سليم، وبالتالي بنقع في بعض الأخطاء. أنا ماشي يعني من عندك يا أستاذ وديع ولا مش كده؟ قول له نيكست على طول، قول له نيكست. نيكست، أوكي. طيب إحنا هنتكلم عن 8 مواضيع، 8 سب هيدنج. اتفضل يا أستاذ وديع. وديع ممكن تجيب لي نيكست سلايد؟ يا مش هو ده كده؟ النيكست سلايد دوس عليه اللي في الجنب ده. ما انا بمشيها يا انا غيرت تو سلايد سو فار. احنا مش شايفينهم. انا شفنا واحد بس. العنوان. ويرد ثواني بقى. سوري. واضح الموضوع مش نافع على مين، فمعلش كلمني في حاجه ثانيه بقى. واضح ان عشان إيه؟ المتكلم. ما هو لو المتكلم او شيرت او شيرت ذا اولد واي. طب كده شايفين لما بغير؟ ايوه كده. ايوه الله ينور، الله ينور. ثانك يو. خلينا نرجع للسلايد نمبر 1 اللي قبل ده. يس. فهنتكلم عن بنعمه ربنا عن 8 مواضيع. انا دافع او تركيزي النهارده على لو انا خدت بالي من علاقتي مع جوزي او مراتي، زوجي او مراتي، وفهمت كلام صحيح من الكتاب المقدس ومن بعض الحاجات الطبية والنفسية، حتى لو عندي مشكلة هقدر أتصرف فيها مع وجود أباء الاعتراف ومع الكونسلرز. مشكلتنا إن بيبقى عندنا المشكلة ومش عارفين نواجهها أو مش عايزين نواجهها، ونبتدي الشيطان يتدخل ويبتدي الإنسان يخش في حاجات تؤثر على خلاصه وعلى خلاص الطرف الآخر. أنا هتكلم عن ما قاله الأنبا موسى أسقف الشباب، إن إحنا في العالم الغربي اسمه كده، هو مسميه كده وده صح، عالم مهووس بالجنس، sex obsessed. فإحنا لو في الكنيسة القبطية ما خدناش موضوع العلاقة الجسدية بطريقة صحية قابلة للنقاش، وأنتم النهاردة هتسمعوا كلام ما فيش أي حاجة خارجة، ولا كلام معثر ولا كلام أبيح ولا نجاسة، كله كلام من واقع الحياة بتاعتنا. وأبونا طبعا موجود لو عايز يصلح في أي وقت بكل ترحاب، ولكن إهمال المواضيع دي وتجنبها بيعمل لنا مشاكل كتيرة قوي. وعشان كده هنتكلم عن 8 مواضيع. أول نقطة بالإنجليزي، الباقي كله بالعربي. تكريم الجسد في المسيحية. عرفنا الكلام ده منين؟ من 4 نقط. نمبر 1، من الخليقة، من الخلقة. لما ربنا خلق آدم وحواء خلقهم بأعضاء جنسية تناسلية كاملة. ممكن كان ربنا يقول إيه؟ الحتة دي مش صح قوي فبلاش، وخليهم بقى يتكاثروا بأي طريقة تاني. هو ربنا طبعا يعرف يعمل أي حاجة، ولكن ربنا أراد intentionally يعطينا أعطاء تناسلية بالصفات اللي احنا كلنا عارفينها. نمرة 2، الانكارنيشن، تجسد المسيح. لما الله رضى في تواضعه أن يأتي إلى عالمنا، جاء في صورة ذكر أناتوميكالي تشريحيا كامل. هل المسيح له المجد كان ليه أعضاء تناسلية؟ الإجابة نعم كاملة. عرفنا كده منين؟ إن المسيح ختن في اليوم الثاني. كان ممكن المسيح ياخد شكل بادي فيجر، والحته دي بلاش منها لان هو مش محتاجها، مرضيش. نمر 3 في احترامنا وتكريمنا في المسيحيه للجسد، هو سكن الروح القدس في
في أجسادنا. عشان كده معلمنا بولس الرسول بيعلمنا كذا مرة إن هيكل لله، الجسد هو هيكل، الهيكل حيثما يوجد الله. عشان كده الهيكل من واحد نتناول في الهيكل، وجسدي لما بحافظ عليه بيبقى هيكل لله، وأجساد الآخرين هكذا هياكل للروح القدس. نمرة 4 ودي آخر نقطة، إزاي المسيحية بتكرم الجسد؟ السكرمينز، الأسرار. في كل سر الجسد بيشترك. لما بنتناول أنا باخد جسد المسيح ودمه، باخده في بقي وببلعه وبيخش في جهاز الهضمي وبيختلط بكل الدماء بتاعة الجسم. في كل سكرمنت، في كل سر من أسرار الكنيسة، الجسد يشترك ويتبارك من الأسرار. فإحنا في مسيحيتنا الجسد مكرم ومبجل ومحترم، وما فيهوش أي حاجة في خلقته عيب أو نجاسة أو خطية أو شر بير سي، مش من خلقته. أستاذ وديع اتفضل اللي بعده. معلش يا حبايب، جاي لي مكالمة من سيدنا. I have to leave. Sorry. اوكي سلام يا حبايب. سلام. سوري. سلام. نمرة 2، هل ممكن ان نتكلم هنا عن هذا الموضوع في مقابل ادي سيدنا؟ هل ممكن ان نتكلم عن هذا الموضوع في الكنيسة؟ في بعض الناس، وده جزء من اللي هنتناوله النهاردة، وأنا كنت كده زمان، ما يستريحش إن نتكلم عن حاجات زي كده في اجتماع كنسي، درس كتاب ناخده لو الكنيسة مفتوحة نتكلم في الحاجات اللي زي كده. أحد الكهنة في كاليفورنيا قال لي كده، عبارة ذهبية، يا ريت يا جماعة لما كهن يقول لي حاجة، ده ملخص كم ألف اعتراف على بعضه، يقول لي كده 95% من المشاكل العائلية تنبع من مشاكل في حجرة النوم، يا إما سبناها، يا إما مش عايزين نواجهها، يا إما مش عارفين نعمل فيها. فنيجي نتخانق على إيه؟ أي حاجة بقى. احنا مش عايزين نتكلم في الحتة دي، الحتة دي عندنا أنافمة زي ما بيقول الدكتور نعيم أحيانا، حتة ممنوع الاقتراب والتصوير. فناخد المشاعر على موضوع تاني، على أسرتك، خالتك، عمتك، الفلوس، الأولاد، الطبيخ، أي حاجة. السؤال اللي أنا عايز أسألكم فيه، هل المسيحية هي ضد الجنس؟ بعض إخواتنا المسلمين بيهاجمونا بيقولوا كده. طبعاً مش هنخش عند إخواتنا المسلمين، إحنا هدفنا النهاردة إزاي أقوي الأسرة المسيحية في عالم عايز ياخدها ويحطمها بمية طريقة هنشوف النهاردة. هل المسيحية هي ضد الجنس؟ يا طبعاً unmute yourself وقول لي ايه رايك، لو يس قول لي ايه اثباتك، ولو لا قول لي ايه اثباتك. دكتور نعيم عودنا ان انتوا ادلت ويو انتر اكتيف وبارتيسيبيت. طبعا الموضوع ده موضوع فيري لونج وكومبلكس، وانا ليا فيه جهالات كتيره واخطاء كتيره، مفيش حد عارف كل حاجه في كل حاجه، ولكن احنا بنتبادل الافكار. هي تعالى يا نبيل نخلي الاسئله في الاخر بعد ما يكون الصورة كملت، ولا عنده سؤال دلوقتي يكتبه في ورقة عشان في الآخر نلخص ونجمع. عناية حاضر. هل المسيحية ضد الجنس؟ بيسموها سكس نيجاتيف. الانسر از نو. هناخد أربع أسباب كتابية ومن تاريخ الكنيسة تورينا الكلام ده. أول حاجة، المسيحية not anti-sex, it is anti-irresponsible sex. المسيحية هي ضد الجنس غير المسؤول، اللي هو ماشي في العالم دلوقتي sex for fun. مش عايز مسؤولية الأسرة والجواز والأطفال، أنا عايز أستمتع لأن أنا بمشاعري أهم حاجة. دكتور نعيم هيتفضل هيقرأنا، لو تفضل دكتور نعيم، من سفر الأمثال. سفر الأمثال إصحاح 5 من آية 1 لآية 13. من آية 1 ل13. يا ابني اصغي إلى حكمتي، أمل أذنك إلى فهمي، لحفظ التدابير ولتحفظ شفتاك معرفة، لأن شفتي المرأة الأجنبية
تقطران عسلا وحنكها أنعم من الزيت، لكن عاقبتها مرة كالأسفنتين، حادة كسيف ذي حدين. المرأة الأجنبية قدماها تنحدران إلى الموت وخطواتها تتمسك بالهاوية. لئلا تتأمل طريق الحياة تمايلت خطواتها ولا تشعر. شكرا دكتور نعيم، معلش أنا هستسمحك نقف على دي لأن ادت لنا الإحساس. بيتكلم على إيه يا جماعة؟ حد معانا صاحي؟ ممكن نسأل دكتور نعيم ونسيب الأسئلة في الآخر عن الموضوع، ولكن بس عشان ما ينموش مننا، بيتكلم على إيه؟ لأن خاص لي الدكتور نعيم قال لنا إيه؟ أنا ما فهمتش قال. خطورة المرأة الأجنبية يعني؟ لما الكتاب المقدس يقول لي المرأة الأجنبية، مش الأجنبية اللي هي غير مصرية، لا المرأة الأجنبية اللي هي مش من الإيمان اليهودي، وكان غالبا يتكلم عن، كان في زمان بروستيتيوتس موجودين وفي أمثلة منها في الكتاب المقدس كتيرة، فالمرأة الأجنبية دي اللي بتمتهن حرفة البغاء، فدي شكلها جميل قوي ومتزينة وتبتسم وكلامها زي ما قال لنا دكتور نعيم كلامها أنعم من الزيت، كلام جميل وحلو ومديح وتدي احترام للرجل ورجولته، من دي ابعد لأن ده جنس غير مسؤول، ده سكس for fun for self satisfaction for pleasure only. طيب من نفس الإصحاح، إصحاح 5، إحنا لسه في إصحاح 5، أوكي؟ دكتور نعيم هكمل لنا، أوكي؟ هيقلب الكتاب المقدس عن الجمال العلاقة الجسدية بين الزوج والزوجة، هنسمع كلمات لو أنت أول مرة تسمعها don't be shocked، وما تتضايقش مني إن أنا بطلب إن أقراها، لأنها موجودة في الكتاب المقدس. فالدكتور نعيم هيتفضل من سفر أمثال إصحاح 5 زي ما إحنا من 15 إلى 21، هيتكلم عن العلاقة الجسدية بين الزوج والزوجة داخل الزواج. تفضل. اشرب من مياهها بحبك، اشرب مياها من جبك، من جبك، مياها من الجب، ومياها جارية من بئرك، لا تفض ينابيعك إلى الخارج سواقي ميات في الشوارع، لتكن لك وحدك وليس لأجانب معك، ليكن ينبوعك مباركا، وافرح بامرأة شبابك الظبية المحبوبة والوعلة الزهية، ليروك ثدياها في كل وقت وبمحبتها اسكر دائما. فلما تفتن يا ابني بأجنبية وتحتضن غريبة؟ لأن طرق الإنسان أمام عيني الرب وهو يزن كل سبله. صح كده؟ yes. نفس الكلام، علاقة جسدية ولكن علاقة جسدية داخل الأمبريلا بتاعت الزواج، زي ما ربنا أصلا خلقها according to God's plan. الكتاب المقدس يتكلم هنا بأسلوب شعري وبنستخدم كلمات ازاي تسكر بحبها زوجتك، وطبعا في بعض الناس ما يستريحش للكلام دوت، وما نقدرش نقول ان الكلام هنا سيمبوليك زي نشيد الانشاد، لان المحتوى بتاعه عن العلاقة الجسدية الغير مسؤولة اللي الكتاب رفضها وحذرني منها، والعلاقة الجسدية داخل محبة الزواج اللي الكتاب المقدس بيقول هي مخلوقة أصلاً عشان كده. طيب نكمل السلايد اللي بعده، احنا لسه بنجاوب هل المسيحية ضد الجنس ولا، قلنا واحد وقلنا اثنين، في نقطتين تانيين. نمر الثلاثة، الإقليس كليماندوس الإسكندري، ده اتولد 150 وانتقل 250، كان حوالي 100 سنة، وهو من الآباء اللاتين، بمعنى الآباء اللي كتبوا
باثولوجي باللغه اللاتينيه، الاباء الباثولوجيكال ستاديز باربع لغات، نمره واحد الجريك، نمره اثنين في الشهره في الحجم لاتين، نمره ثلاثه سيرياك، ونمره اربعه كوبتيك، فهو من الاباء اللاتين. ده طبعا متبتل وراهب وقديس كبير قوي، وكان بيشرح لاولاده الرهبان عن جمال العلاقه الجسديه كما ارادها الله بين واحد راجل وواحده امراه. Unfortunately nowadays لازم ناكد انه وان ادم وان ايف. فلقى بعض الرهبان اللي دلدل وشه واللي وشه احمر زينا كده لما تيجي يعني اي موضوع على حاجه زي كده ومش مستريحين، فقال لهم يا ابنائي كيف نخجل من الكلام عن اعضاء الله لم يخجل من خلقه. ربنا كان ممكن يخلقنا باي طريقه تانيه. نمره اربعه قديس بولس بيقول على الاعضاء التناسليه اعضاء لها كرامه افضل. وتخلي بال حضرتك جرائي، اي عضو في الانسان هو لخدمه نفسه. انا ايدي عشان ادافع عن نفسي واسوق واكل، الجهاز الهضمي عشان اكبر واتغذى، المشي عشان اروح لحته معينه، التنفس عشان اقدر اتنفس، and so on. ما عدا الاعضاء التناسليه هي للاتحاد بالاخر من خلال علاقة مقدسة طاهرة. طبعا الكتاب المقدس بيعلمني برضو الذي يروي هو أيضا يروى، لأن في ناس يقول لك الله طب وانا هقعد بس أشوف بس طلبات وبس طلبات بس، طب وانا لا، لما بتشوف طلبات الطرف الآخر in the process you also get your own pleasure. هنتكلم على ده في خلال 10 دقائق. نمرة ثلاثة، احنا نتكلم قلنا على 8 نقط، خلصنا نقطتين. اول نقطه كانت ايه يا جماعه؟ حد صاحي معانا؟ نمنا تاني. اول نقطه كانت ايه؟ كرامه الجسد في المسيحيه. جسدنا ليس فيه اي شيء خطا، الجسد نفسه. اخطانا وشهواتنا وعيوبنا دي حاجه موضوع تاني، وقلنا الاربع نقط دول بتوع كرامة الجسد. نمرة اتنين، هل المفروض نتكلم عن الموضوع ده في اجتماع روحي؟ قلنا يس، ليه وأهميته، وإن المسيحية مش ضد الجنس، المسيحية ضد الجنس الغير مسؤول. نمرة التلاتة، جمال اللقاء الجنسي في الزواج بحسب الكتاب المقدس. تكوين 1:28، أول وصية اثمروا واكثروا واملأوا الأرض. الكتاب المقدس طبعاً كونه كتاب سماوي، الروح القدس across all the books، مش هيشرح لي اثمر ازاي واكثر ازاي، يعني اتفهمت. ولكن الوصية تحوي داخلها اللقاء الجسدي داخل الزواج، لان انا هثمر واكثر ازاي؟ فالبروكرييشن عن طريق لقاء الرجل مع المرأة. نمرة اتنين، في تكوين 8 كان في قصة على ملك اسمه لامك، كان بيبص من الشباك وفي يعني ايه عبارة جانبية، وجد إسحاق يداعب امرأته رفقة. خلي بالنا يا جماعة، إسحاق يداعب الآباء البطاركة اللي بنصلي لهم، إبراهيم ها وإسحاق ويعقوب، يداعب امرأته رفقة. يداعب امرأته رفقة لأنه إنسان متدين كويس مهتم بمراته، فيش أي حاجة غلط. في تثنية 24 تفتح لما تروح البيت تلاقي الجندي الإسرائيلي يقعد من الخدمة العسكرية بعد جوازه سنة 12 شهر، مش يقعد عشان يلعب فيديو جيمز نو أو يتكلم على التليفون نو كده، الآية بتقول كده ليسعد امرأته. اتنين لسه متجوزين، مش شهر عسل شهر، لا ده سنة عسل، بناخد على بعض وبنتعود على بعض وكوميونيكيت وي هاف انتيمسي، وعندنا علاقة جسدية، لأن في رأي ربنا إن ثبات البيت أهم من النصرة في الحرب. زمان كان الجندي الإسرائيلي ده دي مش حاجة ميليتاري جاب، دي حاجة مقدسة،
حماية تابوت العهد. فربنا بيقول له لا، تابوت العهد في ناس تانية ممكن تاخد بالها منه، انت ركز مع مراتك الجديدة عشان تقدروا تفهموا بعض. اللي بعده معلمنا بولس يقول ايه؟ ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل، وكذلك للرجل ليس ايضا له تسلط على جسده بل للمرأة. لا يسلب احدكم الاخر الا ان يكون. اوكي، في المسيحية يا جماعة ما عندناش للأسف اهجروهن في المضاجع. انا بقول لكم الاثنين اللي بيجوا للكونسلينج والعلاقة الجسدية هي أداة حرب، ومش ناويين يتغيروا بنعمة ربنا بأن أنا أفهم هو الموضوع ربنا مديهوني ليه، غالبا بينتهوا في المجلس الإكليريكي بطلاق. نشوف جمال بولس الرسول الذي كان بتولا، عشان كده الروح القدس تكلم على لسان. لو ربنا اداني عم أنا I like to write a chapter or a book about this. امتى نمتنع عن العلاقه الجسديه؟ لازم يبقى عندي اربع شروط. نمبر 1 على موافقه، ده كلام بولس الرسول في منتهى الجمال والحكمه، ويشجع السلامه الاسريه بموافقه، بمعنى by mutual agreement. مش انا انسان قديس واخد الحياه صوم والصيام وعفه وطهاره ماليش دعوة بمراتي، ما ينفعش. لو ده طريقك يبقى متتجوز، لو ده طريقتك انت ما كنتيش قابلتي الجواز. نمرة 2، لما نمتنع بموافقة إلى حين، بمعنى أنا مخصص نفسي ربنا يا مدام، أنا أقول لمراتي كده 5 سنين اللي جايين ما ينفعش، إلى حين بالكلام بالكوميونيكيشن. نمرة 3 ليها هدف، مش اهجرهن عشان اغيظهم اذلهم، ده تحطيم الاسر. يعني احسن رساله وصفه لتحطيم الاسر هو الكلام اللي كنا بنسمعه في مصر، لكي الهدف لكي تتفرغوا للصوم والصلاه. يبقى عندي وقت وعندي منتال فوكسنج ان دي فتره معينه، سواء تبع الكنيسه او سواء لحاجه خاصه اسريه لبيتي. نمرة 4، ثم تجتمع تتقابلوا تاني أيضا معا لكي لا يجربكم الشيطان لسبب عدم نزاهتكم. طبعا لما بتطول الفترة دي بدون موافقة الشيطان بيتسلل إلى الأسرة. وللأسف الشديد كان في، أنا هقول تعليق جانبي بس متصل بالموضوع، كان في الاثيست انترناشونال اسوسيشن بتاعت العالم كله سنة 2016 عملوا انترناشونال كونفرنس في روما معقل الكاثوليكية الحركة الكاثوليكة، وحضروا ألفات من الناس. طبعا دلوقتي الإباحية والإلحاد is everywhere، وكان التايتل بتاع الكونفرنس، دكتور نعيم يمكن unmute himself يقول لنا، كانوا كاتبين no deus comma no familia، لا مش عايزين ربنا ومش عايزين عائلة. بالظبط، نو ديوس نو جاد نو فاميلي. فاحنا الحرب ضد الاسره وتحطيم النيوكليير فاميلي كما رتبها ربنا، وان مان ويز وان وومن واحتمال اطفال، الحرب ضد دي في المجتمع شمال ويمين. فنخلي بالنا ليه؟ لان انا لو خليت بالي من اسرتي وقللت المشاكل وشفت احتياجات الطرف الآخر هتكمل الأسرة وأولادنا هياخدوا الأرثوذكسية ويكملوا بعدها. طيب ناخد السلايد اللي بعده. خطة الله للغريزة الجنسية، إيه هدف ربنا أن يديني غريزة جنسية؟ طب ما احنا كنا مثلا يعني كبرنا وكل واحد يقعد لوحده ويعيش لوحده، ويعني الناس تتكاثر بالتليباثي مثلا بالتلاقي العقلي. لا بينفلوا يا نبيل، في بعض الناس بتنفلق. ما ايه؟ بالانشطار تنفلق. بالانشطار. يا زي الاميبا.
لا تنفلق يعني تنفلق تفلق تفلق لوحدك ما تتفلقش مع حد تاني لا تفلق لوحدك خدت طلع اول حاجه ان دي اول زي ما قلنا اول وصيه في الكتاب المقدس ليه بولس الرسول في عبرانيين قال لنا ليكن الزواج مكرما عند كل واحد والمضجع غير نجس خلي بالنا بولس كان بتول حد يعرف يا جماعه هو كان بيقول لي كده مستمع في حد بيجاوب ليه بولس بيقول في العبرانيين وهو بتول ليكن الزواج مكرما عند كل واحد والمضجع غير نجس طبعا كانوا في اكستريمز كان في ناس اباحيه كامله وفي ناس حدفين عن ناحيه ثانيه خالص ايوه اوكي كان في جاز كان في هلطقات طلع ساعتها ان الوسيله الوحيده للملكوت للخلاص هي البتوليه او الرهبنه او انك تعيش لوحدك لان الجسد غير مكرم وبالتالي مفيش داعي للقاء الجسدي في الزواج فبولس بيرد على الناس دي بيقول ليكن الزواج مكرما عند كل واحد والمضجع the bedroom bed is undefiled غير نجس نمر التلاتة أين نجد في الكتاب المقدس لحم من لحمي وعظم من عظامي من الناس اللي صح تكوين اثنين تكوين اثنين وفين تاني يا دكتور وفي أفسس خمسة قال ايه في أفسس لا انت بقى انا قلت حاجه وانت بتقول حاجه وانا اقول كل حاجه الف افسس يعني لاننا احنا المؤمنين من لحمه ومن عظامه طب عايز يقول ايه ان العلاقه بين الرجل والمراه في الزواج تشبه العلاقه بين المسيح والكنيسه الغير جسديه لانهم يتباغيان في التضحيه من اجل بعضهم عشان كده الكنيسه القبطيه بنقول لها كنيسه الشهداء ليه طب ما المسيح لو جاز التعبير يعني ما هو استشهد من اجلنا من زمان مات من اجلنا فالشهداء بيقدموا ان ريتيرن ذير لاف باك تو هيم الجواز هو كده للاسف الشديد لما بنتجوز لو ما فيش نمو روحي كويس او نمو في الشخصيه سليمه بيبقى الشخص بيتزوج مستني بس ياخد هيبقى عندنا مشكله لان الجواز هو اخد مع عطاء لو هو بس اخدان هيبقى عندنا وهنصطدم ببعض احنا ايه اللي وصلنا دي في العظم من عظمي ومن لحم من لحم يا 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 كده نمرة خمسة احنا عندنا 8 نقط الفروقات الجنسية بين الرجل والمرأة ودي هنركز عليها شوية لأن بتعمل لنا عدم وعينا للحتة ديت بيعمل لنا مشاكل كتيرة قوي وللأسف الشديد الكنيسة القبطية فيها حالات خلافات زيجية جامدة وللأسف الشديد برضو ده أبونا يوحنا مش معانا ممكن يأكد الكلام ده حالات الطلاق والوصول للمجلس الإكليريكي زادت لأسباب كتيرة قوي مش هنخش فيها أحدها جهل باحتياجات الطرف الآخر عشان كده الدكتور نعيم زمان بعت لنا كتاب His needs, her needs احتياجه / احتياجها لأن لو عرفنا دوت هقدر أتأقلم مع الطرف الآخر من الناحية الجسدية الفروقات اللي ربنا خالقها دي مش عيب عنده ولا عندها لا إحنا كده مختلفين ربنا عايزنا كده أن الرجل يثار بالنظر لما يشوف حاجة وده يفسر لنا ليه البورنوغرافي أفلام الإباحية منتشرة جدا وليه للأسف الشديد في بعض الناس عندنا عندهم addiction للبورنوغرافي addiction وطبعا ده موضوع يطول يعني الكلام فيه الكتاب المقدس قال لي على قصة داود وبتشبع وداود قصته انه ما خلاش باله من عينيه
وبعدين دخل في الزنا وفي قتل أوريا الحثي and so on. فالرجل يثار بالنظر والتاتش بينما المرأة تثار بالسمع. انتوا كلكم صغيرين كان زمان في السبعينيات تسمع انتوا عبد الحليم حافظ أبيض وأسود، بس الدكتور نعيم وأنا عصرناه. أتينك هو مات في أحد مستشفيات لندن أعتقد في سنة 75، كان عنده تليف في الكبد من البلهارسيا وكان بيجيله تملي استفراغ دم ويعملوه نقل دم. في أحد المرات أجله يعني ما جاله، ففي سنة 75 توفي. أثناء أخبار وفاة عبد الحليم حافظ حوالي 12 بنت مصرية مراهقة حاولنا الانتحار. قول يا الله الكلام ده جه منين؟ هم يعرفوه؟ نو. عمهم قابلوه؟ نو. هو شافهم؟ نو. يعرفوا بعض؟ نو. كلمهم؟ نو. ولكن المرأة تثار بالسمع. طبعا عدم وجود نضج كافي، لما بيشوفوه بيغني وبيتكلم والهان في قصص الحب بيتخيلوا ان الكلام ده عليهم. طيب دي ايه اهميتها في الجواز؟ واحنا بنقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده لان انا كرجل يجب علي ان انا اضبط نظراتي. في احد الكتب اللي هتيجي كتاب بالانجليزي، الدكتور نعيم هذا يا اما عنده يا اما هيبعته لنا بالعربي، Every Young Man's Battle، كتاب بيتكلم عن حاجه بسيطه قوي. لو انت ضبطت عينيك حربك الجنسية اللي في العالم اللي مهووس بالجنس والعري والتقليعات والإباحية هتبتدي تهدى، لأن المجتمع بيعلمني مش إن أنا أبقى راجل مسؤول عن مشاعري مسؤول عن تصرفاتي، لا، بيعلمني إن أنا أبقى ذكر، not to be a man but to be a male، وفي اختلاف كبير. فالكلام ده بقوله ليه؟ بنقوله ليه؟ لأن يجب على الزوجة أن تهتم بمظهرها قدام الزوج، ويجب على الزوج أن يوري لزوجته كلمات مديح وكلمات إعجاب. تكلمنا قبل كده من كذا شهر عن نمرة 2 مشكلة في الأسرة المسيحية، الكوميونيكيشن لو أنتوا فاكرين، فهتلاقي المواضيع كلها دخلت في بعضها. أنواع الحب الذي تحتاجه المرأة 6 أنواع، مش لازم تديهم كلهم وما فيش حد عنده وقت يعمل كل ده، بس تبقى أوير إن المرأة في اختلاف في المشاعر محتاجة للمصاحبة companionship. بروح معاها الماركت، بساعدها في الأولاد، بشيل عنها الحاجات التقيلة and so on. المصاحبة. نمرة 2 العواطف، حتى لو متضايقة زعلان عايزة تعيط أخليها تعيط على كتفي على صدري أنا معاها وأمسك إيدها واستمع وما اديش حلول. اللي حضر معانا كوميونيكيشن المرة اللي فاتت، الزوجة عايزة الزوج يستمع فقط ويتعاطف معها، ما ينفعش كان المفروض تعملي كذا يولوزها. نمرة 3 الرومانسية. ممكن نقول نقطة يا دكتور نعيم؟ تفضل يا عم. بيقول لك في واحدة متجوزة 27 سنة وجوزها 32 سنة متجوزة جديدة، فجوزها في مصر، عايشين في مصر، فقبل ما يمشي للشغل يوم الخميس الصبح قال لها النهاردة الخميس وبكرة الجمعة أجازة، فيعني إيه أنا هروح الشغل وبعد ما أجي يعني إيه نعمل يعني شوية رومانسية. قلت له إيه؟ لا شوية رومانسية. قلت له طيب. راح الشغل، العروسة لسه جديدة قعدت تهوي الشغل، عايز يعني ايه رومانسية؟ عايز ايه؟ فقالت لك احسن حل اعمل ايه؟ اكلم امي. امها هي حماته يعني، امها متجوزة بقى، اشوف بقى لها 35-40 سنة. فكلمت امها قالت لها ماما جوزي مشي للشغل وبيقول هيجي بعد الظهر وعايز شوية رومانسية. يعني ايه يا ماما؟ قالت لها بنت عايز ايه؟ قالت لها عايز شوية رومانسية. ثم قالت لها يا بنتي انا مش عارف هو بيعمل يعني قصده على ايه، بس برضو احتياطي ان اعرز.
هي فكاهة نوع من الطبيخ يعني. ده ماما اللي متجوزة بقالها 35 40 سنة. نمرة 4 الحوار، ده يعني غطيناه المرة اللي فاتت. الكوميونيكيشن، كان عندي حالة للأسف الشديد راحت للمجلس الإكليريكي، ما كانش فيه تحسن. الزوج بيشتغل من 8 صباحا ل 10 مساء، مش مكافح، مش دي المشكلة. الزوجة قاعدة في البيت بس من 8 ل 10 فيش أي كوميونيكيشن ولا تكستينج ولا حبيبتي ولا عاملة إيه مع الأولاد، أي نوع من الكوميونيكيشن ريتن أو فيربال. ويجي الساعة 10 بالليل عايز يلتقي معاها جسديا، تبقى صعبة على المرأة لو ما فيش أنواع الحب اللي هي بتنظر إليه. نمرة 5، المرأة تحتاج للعواطف قبل وبعد اللقاء. تملي الشكوى من الأزواج بعد اللقاء الجسدي، أسمعه يشخر، صح دي طبيعتنا، ولكن خلي بالك أنا بحاول تفلفل the needs بتاعت الطرف التاني. والمرأة عملية الحب عندها هي طول اليوم، مش بتعمل love طول اليوم، no. اللقاء الجسدي هو انعكاس للجو العام للعلاقة. فلو في حاسة ان زوجها be care about her, be communicate with her, available, she can trust him, بيساعدها في أمور الحياة، هيبقى الريسبونس معاه أحسن كتير عن عملية ميكانيكية وتخلص وخلاص. نكمل سلايد دي لو خدناها للأزواج، يبقى النهاردة استفدنا حاجة. معظم الأزواج لا يفهمون أن اللقاء الجسدي مع الزوجة يبدأ قبل 10 مساء وخارج حجرة النوم. كنت بكلم واحد في الكونسلينج من أبر إيجيبت، صعيدي شوية، وبقول له كده على أساس إيه، مراته اشتكت يعني. فقال لي إيه ده يا نهار اسود، عايز نعمل حاجة بره أوضة النوم؟ مش ده الكلام. إن اللقاء الجسدي للمرأة هو انعكاس للعلاقة العامة أثناء اليوم كله. It is not a switch at 10 p.m. وممكن الكوميونيكيشن والمصاحبه والكلام الرومانسي بره اوضه النوم في اي حته، في الكيتشن، اوضه الجلوس، ولكن ليه تاثيره عليها باعدادها عقليا. هم الستات مختلفات عننا، ودي صعب ساعات على الرجل ان يفهم. نكمل استاذ وديع. ده الكتاب اللي دكتور نعيم هيبص لنا فيه، اعتقد موجود بالعربي. دكتور نعيم ما شفتوش بالعربي، بس مش بالعربي، كتاب جميل قوي. ماشي، لو لقيناه بالعربي يبقى جميل، لو ما لقيناهوش ده اي ثينك، انا قريت الكتاب ده 4 مرات. كتاب جميل جدا، لنتملي الكتب اللي عن الطهاره والعفه وضبط النظرات، يا اما كتب متطرفه شمالا او يمينا. ده كان واحد سكس أدكت، وكان ما بيركزش هو سايق العربيات ويبص شمال ويمين، لغاية لما حصل ربنا أراد يعني ليه من حصل له حادثة، وقعد في المستشفى وقعد يفكر أنا ليه كده مش أضبط عيني، ولقى إن the best way إن أنت يبقى عندنا purity in life سواء متزوجين أو غير متزوجين is to control your eyes. متنايح البابا شنو ده كان تملي يقول كده، أول نظرة لا تحسب عليه. ولكن اللي بيتعبنا إحنا إيه؟ because of our attractiveness to the female sex، بنقعد نبص ونعمل أفلام في خيالنا، وده بيتعبنا روحيا وفي الأحلام. والناس اللي بتخش في البورنوغرافي دلوقتي بقت مشكلة جامدة. في ناس يقولك البورنوغرافي يساعدني to spice up my sexual life، ودي طبعا بدعة، ده غلط. لأن دلوقتي المسيح معلمني إن من نظر إلى امرأة ليشتهيها، ده هدفه من النظرة، حتى لو المرأة دي فيديو واحد ما عرفهوش، زائد إن مراتي كان not compete مع الناس دي.
احد الحاجات اللي ممكن تشوفوها على يوتيوب قلناها قبل كده مره في اجتماع الكنيسه، خش على يوتيوب ديد بورن ستارز، ممثلين بتوع افلام جنس ماتوا، بعضهم مات في سن 21 سنه. الخطيه هي وعد زائف بالسعاده، والناس دي بتموت من الايدز ومن الدراج اوفر دوز ومن السوسايد ومن الهوميسايد ومن الاس تي ديز، من كل حاجه. لكن الواحد ممكن يبص على الفيلم ويعتقد يا يعني سعاده لا نهائيه. فبلاش يعني، ده بيبقى صوت بيجي لنا احنا. طبعا الحاجات دي موجوده افري وير، انا بيجي لي وانا ام نوت لوكينج فور ات، وربنا يحمينا كله. المراه لن تستجيب جنسيا لو هي عندها حاجه من دول. لو غضبانه من الزوج هتستجيب جنسيا، ممكن تنام مع جوزها but without physiological response، او عقلها مشغول. مشغول بايه؟ حد من الاولاد عنده سخونيه، حد من الاولاد عيان، في عندها عزومه تاني يوم، اي حاجه مشغوله في عقلها. نمره 3 لو مرهقه، نمره 4 عندها تغييرات في الهرمونات، او معظم السيدات قبل اللقاء الجنسي بيعرفوا مقدما هيستجيبوا ام لا. فاضل 6 و7 و8 في وقت يا دكتور نعيم ولا؟ اتفضل اتفضل. اوكي. غرض الله من اعطائنا الطاقه الجنسيه نمبر 1 الانجاب. طب ولو ما فيش في بعض الكابلز، ما فيش، ربنا ما ارادش، او ماله، الاسره كامله وموجوده. نمره 2 التقارب والاتحاد. نمرة 3 ودي قليل ما بنسمع عنها للأسف الشديد، بس موجودة في الكتاب المقدس وفي خلقة ربنا، اللذة. ربنا خلق أعضائنا لكي نتلذذ بين الزوج والزوجة مع بعض. عشان كده معلمنا بولس في تيموثاوس الأولى يقول الله يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع. طبعا للتمتع بحسب وصيته وبحسب البلان بتاعه. من البلان بتاعه ان الزوج والزوجه يتمتعوا مع بعض داخل الامبريلا بتاعت الزواج. ولو انا بعمل كده، ولو عندي مشكله بحلها داخل الزواج، بروح لمشوره، بروح لاحد الكهنه، يبقى انا الاتراكتيفنس بتاعت العلاقه خارج الزواج مش هتبقى فيري هاي. في بعض الناس يقول لك ايه في اوضه النوم، هل عندك ايقونات للمسيح والعذراء؟ ايه رايكم يا جماعه؟ حد يجاوبنا من الشباب اللي صاحي؟ اوضه النوم تحط صوره للمسيح او العذراء؟ نسمع الاراء. دكتور نعيم شجعهم شوي. غير الصمت، غير صوت الصمت. That is how the marriage feels like. طب الجلابات نحط يا دكتور؟ طبعا نحط، مفيش اي مانع ان نحط. ليه؟ لان هم من احنا من العيله، بقيه العيله، ماما العذراء وبابا ويسوع كلنا من العيله، زي ما بحط صوره بابا وممكن احط صوره ماما. يعني انت المسيح يشوفك. مين اللي بيتكلم، وديع ولا مين؟ انا هاني. بس وانت هاني. هاني المسيح يشوفك يا هاني بالليل وانت، هو مش بيشوفني من خلال الصوره. هو بيشوفني مش من خلال الصوره، ده بيشوفني من اي، هو على طول شايفني. على طول عينه عليا. صح، على طول عينه علي وهو شايفني في اي حته طبعًا. وانا شايف انا ما بعملش اي حاجه غلط، عشان اخلي مفيش غلط طبعا. صح، برافو عليك. عند بعض الناس للاسف الشديد اتربينا على الحرام والعيب والنجاسه والخطيه. فاحد الاخوه المسلمين كان كاتب مقاله ان الجنس نجس، ومن مفهومه ان حتى شوف حتى نفس الحروف اهي فيها جناس، مش كده؟ فيها جناس، فيها جناس، جناس ناقص. فطبعا ده مفاهيم من الكالتشر ومن الافلام ومن الامثال اللي بنسمعها، لكن ليست من الكتاب المقدس. الله في خلقته اراد للاعضاء التناسليه، لا خلينا شويه يا استاذ وديع قبل دي، نرجع تاني. للاعضاء التناسليه يكون موجوده للزوج والزوجه للاستمتاع والخلفه وإيجاد النسل وتقوية الرابطة بينهم هما الاثنين. هل ممكن يحصل أفير بره الجواز؟ علاقة
بغى جواز للأسف بيحصل. لما ده بيحصل بنلاقي فيه أربع عوامل. معلش أنا نقطتي في كل ده حاجة معينة، خلي بالك من اللي عندك. عايز يبقى عندك جراس جرينر، ما بصش على الجراس بتاع الجيران، take care of your own grass. في ناس يقول لك كده grass greener is on the other side، النجيله الناحيه الثانيه عند الجيران جميله، بص خضره ازاي وحلوه، مش كاتن مش عارف ايه في حظنا القيل عندنا. اوكي لما يكون ده احساسك take care of what you have of your own. فبقول لحضراتكم لما بيكون في علاقه خارج الزواج ربنا يحمينا كلنا، مجتمع مفتوح و very aggressive sexually، هتلاقي اربع اسباب. نمبر 1 ضعف روحي، انسان ملوش كتاب المقدس والصلاه والتناول وربنا، بيروح الكنيسه ليله العيد بالبدله الجديده ويعني ما خفيف خفيف. نمبر 1. نمبر 2 في احتياج مزمن غير مشبع داخل الزواج، الشيطان ما بيسيبش حد انكلودينج مي، دي حرب علينا كلنا مش هنقدر نغلب فيها الا بالمسيح والروح القدس. لا قولها تاني دي يا دكتور نبيل مش مفهومه. ايه دي؟ الحرب؟ النمره 2. اوكي. هقول الاربعه ونرجع النمره 2 نفسر شويه. ممكن؟ اتفضل. هم على بعض. لما بيحصل لقاء جسدي خارج الزواج هتلاقي الشخص هي او هو عنده اربع نقط. نمبر 1 ضعف روحي. مفيش مناعه روحيه، مش مخلي باله، مش مخليها بالها. نمره 2 احتياج داخل الزواج، احتياج مزمن غير مشبع. احتياج جسدي يعني ولا احتياج جسدي او احتياج للمصاحبه او احتياج للاك اوف كوميونيكيشن او في نوع من الادكشن، حاجه ناقصه في الزواج داخليا وحاولنا كتير قوي والطرف الثاني يا اما مش عايز يتغير عشان يشبع الاحتياج او مش حاسس انه مش مهم. نمره 3 الفرصة، يعني تملي القصة رب، يعني صلوا لي أنا والدكتور نعيم كلنا محتاجين تعضيدكم. تملي القصة الكلاسيكية، الدكتور أبو بلطو أبيض المتعلم وعنده قرشين وربنا اداله أوثوريتي مع الممرضة، وده كلاسيك إكزامبل. ربنا يحمينا كلنا. نمرة 4 لو الشخصية، آخر نقطة، شخصية نرجسية يهمني احتياجاتي ومشاعري ولذتي فقط، الإفكت على الآخرين وعلى خلاصي وعلى توبتي وعلى أولادي وعلى جوزي أو مراتي ده مش مهم، ده بعدين نفكر فيه. فالأربعة قولهم تاني دكتور نعيم. أول حاجة ضعف الروحي، تاني حاجة إشباع غير مكتمل، نمرة 3 الفرصة، نمرة 4 تكون انت بقى. انا قلت 3 كتر خير الدنيا. نمرة 4 شخصية نرجسية، بيبقى في عيب في الشخصية تكوين، بالإضافة للضعف الروحي في عيب في الشخصية تكوين نرجسي متمركز أو متمركزة حول ذاته. طيب نمشي لسبعة وفضلنا 7 و8. اتفضل يا أستاذ وديع. بعد المشاكل في العلاقة الجسدية هنقسم المشاكل لمجموعتين، هم يعني كتب السكسولوجي والسايكولوجي تقسمها، يا إما عندنا مشكلة في الرغبة عالية قوي أو واطية قوي، أو في الأداء البرفورمانس، وده للاتنين للرجل أو للمرأة. يعني الرغبة موجودة وكويسة بس الأداء مش كافي، أو الرغبة مش موجودة والأداء كويس بس عشان ما فيش رغبة فما فيش أداء. فاهمين الفكرة؟ يعني يا إما في ديزاير فيها مشكلة، يا إما البرفورمانس في مشكلة. ليه بيبقى عندنا عند الرجالة بعض المشاكل في منطقة الانتماسي والعلاقة الجسدية؟ نمبر 1 الجهل باحتياجات المرأة. معظم الرجالة بيعتقد إن الزوجة نسخة منه في احتياجاته. دكتور نبيل باقي كان تملي يقول لنا كده ايام ما كنا بنحضر معاه زمان من 25 سنه يمكن، عن الفروقات بين الرجل والمراه في موضوع اللقاء الجسدي. يقول كده المراه زي الكانون، كانون هو الفرن البلدي،
لو حد شافه في مصر او حضر الكلام ده في الصعيد او في الفلاحين، حط له فحم، تولع الفحم، تهوي فحم، تنفخ، تقلب، تخلي بالك من الفحم عشان الفرن يبتدي يسخن، بياخد وقت، ده حسب دكتور نبيل باقي. اما الرجل فهو مثل المايكروويف، 60 ثانية، دقيقتين، يطلع الأكل سخن. طيب هل ده عيب؟ لا ده مش عيب، ده فروقات بين الجنسين، فأنا بخلي بالي كزوج من احتياجات الزوجة بتاعتي إنها مش ماشية بسرعتي. نمرة اتنين، بعض الرجالة بيخوف من عدم القدرة على العداء، الأداء performance anxiety، وطبعا احنا عارفين ان خوف الحاجات دي self fulfilling prophecy، نبوة بتحقق نفسها، فاحنا بنبقى بنستمتع مع بعض وبنعمل foreplay وبنحقق هدف ربنا من الزواج، واحنا مش مستعجلين بين الزوج والزوجة، الموضوع مش مسابقة ولا comparison بين فلان وعلان. فالشخص اللي عنده حاجة زي كده لو حتى مش قادر يتحسن، ممكن الكريستيان كونسلينج بيساعد كتير في حالات زي. في ناس نمرة ثلاثة عنده المجتمع بيخلينا نفكر كده، عنده مشكلة في حجم العضو الذكري. المجتمع مفهمنا ان بيجر از بيتر، وده كلام طبيا عمره ما تثبت. ده كله في خيالاتنا، حاجات من الحاجات الشعبية والكلتشر، ملهاش اي حاجة طبية او علمية. في بعض الرجالة بتخاف من القذف السريع، ودي حاجات كلها ليها علاج. بنقول للرجالة لو انت عندك ديت، تعلم تخش الحمام قبل اللقاء الجسدي. حاجات كلها فيسيولوجية، ولو هي موجودة ليها أدوية وليها تدريبات، لأن هدفنا إيه يا جماعة؟ احنا مش بنتكلم عن الجنس، نو. إيه هدفنا؟ تقوية الأسرة المسيحية، بحيث لما يجي الشيطان عايز يخش من الشباك ما يعرفش، يجي يقول لي ده في كذا بره، شكرا مش عايز. نمرة خمسة، استعمال المرأة غير الطبيعي، ده تعبير لبولس الرسول. اللقاء الجسدي عن طريق فتحة الشرج، وده بيبقى لو ثبت بيبقى من أسباب الطلاق في الكنيسة القبطية، لأن this is unnatural use of women، مهين للمرأة لا يوصل إلى الحمل، وأناتوميكالي the organs don't fit، فده غير طريقة ربنا في الأناتوميكال استراكشر بتاع الأعضاء التناسلية الطبيعي. نمرة ستة، تملي بيسألونا طب كل قد إيه نتقابل؟ مفيش إجابة كل قد إيه، كل كابلز ليهم احتياجاتهم وليهم حالتهم الصحية وليهم وقتهم. بس أنا يهمني هنا مش نعمل ثلاث مرات في اليوم ولا مرة كل سنتين، مش دي إجابتي. أنا إجابتي كوميونيكي، تكلم، ناخد وندي، نيجوشييت. عند بعض الكابلز الصغيرين لما بتبقى الاريا دي فيها مشكلة، هم مستنيين طبعا إيه، هو الراجل مستريح والزوجة مستريحة وما عندهاش صداع وما عندهاش الدورة، وهو يومه كان كويس وما فيش أطفال بتعيط وما حدش فيهم عيان، والوقت لما بنستنى كل ده ساعات ما بيحصلش. ولو حصل للطرف مش حصل للطرف التاني، بنقول للناس اللي زي دي schedule time for intimacy. أبقى عارف. نمرة سبعة، الفحولة الجنسية من الموفيز اللي بنسمعها. أنا أعتقد أكتر واحد فحل جنسيا هو يوسف الصديق. ليه يا جماعة؟ عنده كنترول، عنده كنترول. وده يرجعنا كاني ليه، هل انت رجل ام ذكر؟ بنلخبط الاثنين. المجتمع بيقول لي طول ما انت ذكر تبقى انت 100 100، اوكي. الفحوله الجنسيه، لان الفحوله الجنسيه مش معناه انا قدرتي كذا وكذا وكذا، لا، انا راجل، انا ممكن اضبط مشاعري وممكن ابص الناحيه الثانيه، وممكن لما تطلع لي حاجه على الكمبيوتر اقفله او اغير المكان أو to avoid it أو to click out or anything. So الفحولة الجنسية مفهوم عايزين نبتدي نوعاله شوية، وما نسمعش للكلتشر اللي عمالة تقول لنا
حاجات ورا بعض لغايه ما بتبقى تقريبا هي دي الحقيقه اللي موجوده. طيب نكمل السلايد اللي بعده. طيب في بعض الزوجات عندهم مشاكل في العلاقه الجسديه، ودي بتبقى جايه من كذا فاكتور. اول فاكتور الخرافات اللي كانت بتتسمع عن الدم والمنديل في ليله الزفاف، او سوء استخدام جنسي في الطفوله، او في ذكريات مؤلمه من قبل كده. طبعا دي محتاجه بنعمه ربنا وبالتوبه وبشويه كونسلنج اخدها عند اقدام الصليب وارميها. لما بنصلي في اوضه الصلاه وفي وقتنا الخاص، المسيح بيقول لي هات زبالتك، هاتها له، مالكش دعوه، ارميها له وهو هيتصرف فيها. حطيها عند اقدام الصليب. في بعض الاحيان بتحتاج المراه للتعامل بشيء من الكونسلنج عن بعض الخبرات السابقه، او بعض تصحيحات المفاهيم، او بعض الباجيجز اللي شايلينها لمده 20 25 سنه. ودي يعني في كونسلرز للحاجات دي. نمرة 2، ساعات الزوجات بيشتكوا من الألم الجسدي أثناء اللقاء. اللقاء الجسدي الطبيعي بين الرجل والمرأة لا يسبب ألم للمرأة. لو في ألم محتاجة تشوف الأوبي جوي إن، تشوف هل في قرحة في المهبل أو في إنفكشن أو في حاجة معينة. ولكن الأناتومي التشريح اللي ربنا خلقه بيسبب لذة مش ألم. بعض السيدات بتشتكي من عدم الوصول للقمة، أما بيقدروش يوصلوا لاستمتاعهم الكامل. وفي الحالة ديت بيقولوا إن بس يعني الأحضان مع الزوج والقبلات والملامسات ده بيمتعهم برضو، مفيش مشكلة عندهم. في بعض الحالات النادرة بيبقى في حالة اسمها فاجينيزمس، دي بتبقى انقباضات في المهبل تمنع الرجل من استكمال العلاقة الجسدية. دي حالات بيبقى ليها علاج. وفي بعض السيدات والأزواج بيعانوا لمدة سنين في صمت، ودي طبعا بتبقى مدخل للشيطان ان يعني يدخل حاجات تانية بره الزواج. احنا أهمية موضوع النهاردة لو عندي حاجة زي كده، حاجات دي قابلة للتصليح والعلاج بنعمة الله. في ستات يقولوا ايه، انا مش هلبس لجوزي في أوضة النوم حاجات كويسة لان يحس ان انا امرأة رخيصة. خلي بالك، انت هدفك في العلاقه الجسديه مش بس طلب متعتك، ما فيهوش حاجه غلط، ولكن حمايه زوجك ايضا. ده هدف روحي مش هدف جسدي. لما انا بعمل كده انا بخلي الاتراكشن بتاع الحاجات اللي بره في العالم اللي عايز يدخلها لي مش هتبقى مهمه قوي عند الرجل العادي اللي مكتفي بحب امراته. وفي بعض السيدات بيخافوا ان زوجي سيصل لاستمتاعه مبكرا ويتركني غير مشبعه، زي ما شرحنا ان الرجل بيمشي مع سرعه المراه. بيمشي مع سرعه المراه، بيطول فتره المداعبه عشان ما يخلصش وتبقى هي لسه ما وصلتش للقمه بتاعتها، ودي تضحيه منه لانه هدفه ازاي ارضي احتياجات مراتي. يبقى انا بسد على الشيطان ان حد يجي يكلمها في الشغل وهي اشتكت من الحكايه دي اذا مره، وقالت لي وقالت لي وانا عارف، وانا ما يهمنيش، انا يهمني لذتي وبس، انا مالي. يبقى انا بحاول بفتح الشباك والباب، بقول للشيطان تعالى لنفوس ضعيفه اخطفها من الاسره المسيحيه. شوف السلايد اللي بعده. ماذا افعل في الصيام؟ دي اخر نقطه يا جماعه، وبعد كده لو في اسئله، لو حد عايز تشات او لو حد عايز يكتب حاجه او يرفع ايده او اي مثال لاي اسره تعرفه. اعمل ايه في الصيام؟ في قبل اعرفهم الزوجه اقنعت الزوج، الزوجه ليها جامد في الكنيسه، الزوج مش قوي، فاقنعت الزوج إن ما ينفعش اللقاء الجسدي اليوم اللي قبل التناول بتاعها، وطبعا يوم التناول، واليوم اللي بعد التناول. فالراجل عامل ايه؟ بوظ لها حياتها الروحية. بس مش دي المشكلة، المشكلة إن الزوجة بتتناول أربع وجمعة وحد. هل هذه قداسة؟
الموضوع مفتوح للنقاش. القديس يوحنا فم الذهب، أنا طبعاً أفعل إيه في الصيام، كل واحد ليه أب اعترافه وليها أب اعترافها، يكلمه ويشوف أب اعتراف، عارف طاقتك الروحية والجسدية ويديك تدريبات معينة. بس أنا أتكلم عن قصة موجودة في كتاب لقديس يوحنا فهمي الذهبي الفم عن الأسرة والزواج، من أجمل الكتب، كتب في القرن الخامس، وممكن يعني ناخده مرة ملخص كأنه بيتكلم عن القرن الواحد وعشرين. كتيب صغير مش كبير، كتيب صغير. ياس ياس، بيكلم عن الأفراح واللي بيحصل فيها ساعة ما هو كان موجود، كأنه بيكلمنا في الأيام دي. فبيقول إن في واحدة واحدة جات له بتقول له إن أنا زوجي في الصيام الكبير 55 يوم بيحاول يقرب مني، فأنا بروح إيه مدياه كوع كده إن أنا صايمة، فيصبر يومين ثلاثة وبعدين يروح مقرب مني بالليل، حبيبتي أنا مشتاق لك. هي بتقول للقديس يوحنا ذهبي الفم، فبقول له لسه الصيام لسه قد إيه؟ لسه 38 يوم خلاص أهو. فالراجل بيمسك نفسه خمس ست أيام نفس الكلام. فقالت له يعني بتشتكي إن هي ست قديسة بتصوم والزوج ده معرفش أنا مخه في إيه؟ قديس يوحنا ذهبي الفم قال لها: ماذا تنتفعين من صومك وصلاتك بينما تتركين زوجك يتحرك؟ وسابها. طبعا انا مش في مكان ان انا اتكلم في الموضوع ده، ولكن في اباء للاعتراف لكل كابل او لكل واحد ممكن يواجهه. انا هوقف على كده، لو في نقطة عايزة شرح أكتر، أو لو في أسئلة عن حالات نعرفها في الكنيسة أو برا الكنيسة أو قرايبنا، هنا ده كتاب Beautiful Book The Marketing of Evil، ده مؤلفه ديفيد كوبليان، ده أرمينيان أمريكان، ده كان عضو في الكونجرس وعنده معلومات من الداخل إزاي البوليتكس بتبيع الخطيه لينا بصوره جميله قوي. الماركتنج ازاي دلوقتي كل حاجه بنديها اس، نقتل الاطفال الجنين ونقول برو تشويس، من حق المراه، من حق المراه تحبل او لا تحبل صح، لكن مش من حق المراه تقتل انسان مش قادر يقول لا في الرحم بتاعها. دلوقتي الهوموسيكشوال لايف ستايل بنقول عليه الترناتيف لايف ستايل، دلوقتي هوموسيكشوال ماريج. تعرفين يا جماعه ايه اللي جاي الجديد اللي هيجي بعد سنتين ثلاثه؟ احنا من حوالي 20 سنه اللي كان يقول زواج للمثليين كنا نقول ده بيخرف صح، خمسه من 30 سنه اللي جاي بولي اموروس فاميلي. بولي اموروس من امور لاف فاميلي، الزواج المفتوح؟ لا مش الزواج المفتوح، الزواج المفتوح ده موجود. لا، البولي اموروس فاميلي دي ايه؟ قال لك ما ده اللي بيخلونا نكرره واحنا مش فاهمين. اي حاجه بين تو كونسنتنج ادلتس از اوكي. يعني بوي فريند وجيرل فريند اكتر من 18 سنه خلاص ده حريته. طب والهوموسيكشوال ماريج بقى مقنن، ماشي. نقف على كده، هي كده الحضاره بتنتهي انك تقعد تدقلق تنزل لتحت تحطم الاسره اللي هي البلوكينج ستراكشر بتاع المجتمع، تلعب فيه تقعد تحطمه. فالموفمنت اللي جايه ان سبع رجاله يعيشوا مع تسع سيدات، مجتمع كده كوميونيتي مع بعض، هم كلهم بيج هيومنجس هابي فاميلي، والاطفال تيجي من اي واحده واي واحد، يعيشوا في السمول كوميونيتي. My big happy loving family، ده اللي بيسموه. ابتدى الكلام ده خفيف خفيف بس هيبتدي يكتر. ده كتاب من انجلترا للاسف الشديد، The Death of Western Christianity. ازاي دلوقتي كل الاعلانات وكل البوليتكس وكل الاتاكس على الكريستيانيتي والنيوكلير فاميلي. عشان كده دلوقتي ايه؟ LGBTQ، يا سلام حركه مهمه قوي.
واي حد يعضدها يجتهد ونحبه ونكتب مديح فيه. انا بيجي لي جونانين لوس انجلوس تايمز ونيويورك تايمز. نيويورك تايمز مره في الاسبوع يوم السبت يجيبوا صوره تهنئات للمتزوجين فلان وفلانه والتهنئات وقصه الحب بتاعتهم ده. بيجيبوا 10 كل اسبوع، من العشره 3 أو 4 هوموسيكشوال ماريج. تحس ان عاداتهم اكتر من الهيتروسيكشوال اولموست، ولكن دي بوليتكس عشان عشان نفقد الاحساس بالصدمه ويبقى ده الوضع العادي. دي كتب يعني لو دكتور نعيم يبحث فيها، لو موجوده اي بوكس او حاجه ندور عليها. شكرا على دعوتكم ليا. تملي لما باجي انا باخد بركه كبيره وبتدوني مواضيع انترستينج، وانا موجود لو في اي تعليقات، تصليحات، اضافات، اسئله، توضيحات. لو في حد وديع، لو في حد عايز يكتب سؤال ممكن يوصل لك؟ يبقى ممكن يكتب للدكتور دايركتلي لو عايز زي في برايفت. طب في اقول لهم ازاي؟ طيب التشات موجود يا دكتور تحت، التشات تحت اذا كانت في اللابتوب او في الفون تحت في تشات. لو تكعب انت يا دكتور نعيم بيقول لك التشات هيجي لك ولا هيجي لنا؟ لا لا لا، لو برايفت للدكتور اللي هم كاتبينها للدكتور نبيل سليمان الاسم بتاعه هتروح له هو بس، ما حدش هيشوفها. او ممكن يا دكتور نعيم لو عايز تبعت لهم الايميل او السيلفون ايفن بعد كده. طبعا اي حاجه في الخدمه يعني هي توتال كونفيدنشاليتي، ما بتروحش لاي حد وممنوع قانونيا وروحيا تتناقش مع اي حد. ده قانون كاليفورنيا وقانون الكنيسه طبعا زي الاعتراف، بس هنا ما فيش يعني حل ولا روح قدس، هنا بتبقى كريستيان. طب في حد عنده أسئلة ولا نصلي ونختم؟ واضح إن الخجل في الكلام في الموضوع. كل اللي أنا قلته ده ما ينفعش يا دكتور. لا 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 لا، يعني أنت بتتكلم على انستراكشن، إنما ما فيش حد عايز يعني ينشر غسيله بره الناس تشوفه. طب على كل حال اكتبوا الأسئلة من عند وديع مثلا، ابعتوها الوديع وبعدين خدها اديها للدكتور نبيل ونشوف هيقول لنا ايه، مش النهارده طبعا. ماشي، محدش سامع حاجه ولا حد بيقول حاجه. I think الحاجه دي دكتور يعني I think it has to go directly للدكتور نبيل على طول. طب خلاص هيبعت سؤال ليا في احراج نفسه، ف I think it goes directly للدكتور. فهو الدكتور لو عايز يشير هيز فون نمبر مع الناس بكل سهوله. انا ممكن اقوله فيربالي او ايه النظام؟ ايه انا ممكن اعمل بيه تشات، يعني ممكن تقوله فيربالي دلوقتي وابعته تشات لكل الناس. شو شو موجودين احب ادهوله. وان سكند. ايفريون اتفضل دكتور. 310 310 738 738 35 95 95 اوكي هبعته. زين دكتور نبيل بعد اذنك في سؤال من فضلك. ايوه اتفضل. هو يمكن مرتبط بالموضوع لكن مش في صلب الموضوع ده. هل احنا واجب علينا اننا نكلم ولادنا من سن 15 16 سنه عن الحاجات ديت علشان يكونوا متفتحين؟ سن 15 او 16 سنه ده هم اللي هيشرحوا لنا. يعني ما اعرفش هل ده المفروض نعمل كده ولا مش المفروض نعمل كده ولا ايه؟ يعني هم يعني هيستقوا المعلومات الحلوه اللي احنا خدناها من حضرتك دي منين؟ من بابا وماما. يعني لازم نتكلم معاهم في الحاجات دي. بس مش 15 و16. امال قد ايه يا دكتور؟ اتوليت 15 و16 هو هيدرسني. بص حضرتك، هو طبعا ده سكس اديوكيشن للتشيلدرن، الموضوع تاني، بس انا هجاوبك على 3 نقط. دكتور معلش لو يعني اي ثينك ممكن تبقى محاضره تانية لان كلنا عندنا اولاد
ودايما عندنا في النقاش ده في البيت اللي هو مين هنتكلم معاهم وهنتكلم معاهم دلوقتي ولا لا، ولسه في دماغنا الطريقه الشرقيه اللي احنا ما ينفعش نتكلم مع عيالنا في حاجه زي كده. ممكن يبقى موضوع على بين يعني 2021 بقى ولا حاجه لما يطلع الفاكسين. اما كورونا تخلص. اه ربنا معاك. واضح انه الدكتور نبيل مش عايز يعمل الموضوع. الموضوع مهم يا دكتور. اه مهم طبعا. هو اللي هو اللي مش عايز يقول لك مستني الكورونا. انا بس هقول تعليق مرتبط بالاجابه دي بس مش هجاوب. احد الشباب اللي جه للكونسلنج قال لي عباره مؤلمه، بس ده المواقع اللي احنا عايشين. هو 35 سنه وبقاله 3 سنين بره البيت عايش مع الجير الاخوان. مش دعوه بالكنيسه يعني، خفافي من الشباب بتوع هنا. فبنتكلم يعني على ايه مفهومه للحياه وللجواز. قال لي انا سبت البيت كنت 28 سنه. اسوه مصريه قبطيه يعني. قال لي لل 28 سنه اللي انا عشت فيها مع ابويا وامي كلمه اس عمرها ما اتنطقت او اتناقشت او ذكرت. اتكلم على خطيه سن الاس سن. سن يعني هي الثانيه ليها 3 حروف برضه. ذكرين قال لي كلمة اس. هو الواد بيقول لي كده من كتر ما ايه كلمة ما فانا 15 و16 is very very late. فدي هنخليها الموضوع تاني، نحترم الاستاذ وديع رأيه وقت حضراتكم، لان طبعا حسب الفئة العمرية وان ازاي ومين اللي يقول بابا ولا ماما ونقول ايه وكل الكلام ده. لا انا اسف، انا كنت اقصد ان احنا محتاجين موضوع زي ده في يعني، ما اقصدش ان احنا نخلص الوقت، لكن اقصد ان في موضوع يعني ده محتاجين نركز فيه شوية. انا معاك. صح، انا بقول نفس الكلام يعني هيطول مننا يعني. بالظبط يعني 15 او 16 ده يعني 15 و16 مش هقول له الفاكتس اوف لايف تو لي. زائد المدرسه بقى دلوقتي ربنا يخليهم ما نعرفش بيقولوا ايه. 5 6 مور لايك ات وذا 5 6 مور لايك ات نوت 15 5 6 سنين مور لايك ات. ممكن. طب يا باشمهندس ثاني اختم لنا ونشكر الدكتور نبيل وربنا يعوضك ويبارك في خدمتك. وما تصورش قد ايه يعني انا مبسوط ان في الصراحه اللي انت اتكلمت بيها والوضوح دوت. هل عندك مانع نبعت الباوربوينت للجروب؟ لا ما فيش مانع. ماشي اتفضل يا باشمهندس. ابو الابن الروح القدس اله واحد امين. اشكرك يا رب يسوع انك جمعتنا يا رب يسوع، واكيد كان الكلام يا رب على لسان دكتور نبيل لكن بارشاد الروح القدس يا رب يسوع. من فضلك يكون الكلام ده وصل لعقولنا وقلوبنا يا رب ونعمل بيه يا رب يسوع. نشكرك يا رب اننا اولادك يا رب، اننا عارفينك وانك عارفنا وانك بتدينا الفرصه اننا نجتمع لمجد اسمك القدوس يا رب. من فضلك يا ربي، من فضلك ظلل على كل عائلاتنا، ظلل على اولادنا، ظلل على بناتنا، ظلل على الأزواج والزوجات يا رب، وابعد كل شر، ابعد كل شرير يا رب يسوع عنا لمجد اسمك يا رب يسوع بشفاعة ماما العدرة وكل الملائكة والقديسين ورئيس جند الرب رأسمك كجل ميخائيل. أمل أذنك واسمعنا لما ندعوك بكل شكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لينا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. شكرا دكتور نبيل وشكرا دكتور نعيم وشكرا وديع على تعبك. نشكركم كلكم، ربنا يكون معاكم ويحافظ عليكم.